جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة من جمهورية باكستان الإسلامية بعث برسالة وكتبها بطريقته الخاصة، سأقرأها محاولا أن أعطي المعنى كما يريد إن شاء الله تعالى. يقول: أنا جئت إلى المملكة في 27 من شهر رمضان عام 1413 هجرية بنية الزواج، ومن جدة أحرمت بإحرام العمرة وذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، هل يلزمني الدم أم لا لأني لم أحرم من الميقات؟ نبهوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت في قدومك من الباكستان ناويا للعمرة فإنه يلزمك الإحرام من الميقات الذي تمر به في طريقك أو تحاذيه من الجو أو من البحر أو من البر، يلزمك الإحرام من الميقات الذي تمر به في طريقك، من أول ميقات تمر به في طريقك إلى مكة، ولا يجوز لك تعديه بدون إحرام، سواء مررت بالميقات نفسه أو حاليته كما ذكرنا. وما دمت أخرت الإحرام إلى جدة وأنت ناويا للعمرة في قدومك فإن هذا خطأ منك وترك لواجب يجب عليك فيه الفدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم، ولا بد أن تتوافر في هذه الشاة شروط الأضحية، أو تأخذ سبع بقرة أو سبع بدنة وتوزعه على فقراء الحرم. نعم.